ماني قايلة شيء. بنات السعودية سابقوا قبلك وأحسن منك سواقة. وانتي توك بالألف، يعني مهبولة، انتي مهبولة تقولي لي هالكلام. الله يسعدهم ويوفقهم. من قال لك اني ما ابيهم يسوقون؟ اقسم بالله العظيم اتمنى خالص امنياتي، خالص امنياتي بتحقيق ما تطمحون له رجالا ونساء. الله يسعد الجميع، كل انسان. يعني بالعكس انا قاعدة اشارككم يومياتي عشان تحسون بالبهجة والفرح، مو عشان يعني اقول لكم مثلا او اوصل لكم رسالة اني افضل. ماني بفضل من احد، ماني افضل من احد، والله العظيم يشهد علي الله اني اتمنى. ايه فكمل لكم يعني بمعنى يعني انا والله العظيم فعلا اتمنى الخير لكل الناس، يعني فما بال بنات بلدي. يعني هل يعقل تقولي لي هالكلام؟ مش بس من ناحية السواقة، اللي تتمنى السواقة الله يرزقها بسيارة، السيارة اللي تحلم فيها وتصير ان شاء الله احسن وافضل وامهر سائقة، واللي يتمنى اطفال الله يرزق الذرية الصالحة، واللي حلم حياته بيت الله يرزقه ببيت واسع جميل يلمه هو واسرته.